المثال بتاعنا بقى، المثال بيقول ايه؟ example zoom بيقول the following are the composition of a gas mixture، مديني الكومبوننت بتاعنا الميثان والايثان والبروبان، ومديني المول بيرسون 86 الميثان، والايثان بيمثل 9% من الميكتشر بتاعنا، والبروبان بيمثل 5% من الميكتشر. Find the viscosity of each component at 1 atmospheric and 40 درجة سيليسيوس by the relation، مديني الريليشن دي اللي انا هعوض فيها. طالب ايه كمان؟ Find the viscosity of the mixture by the relation، مديني الريليشن دي كمان اجيب منها الايه؟ الفيسكوستي. نشوف هنجيبها ازاي؟ يلا نشوف هنحل المسألة ازاي. قلنا أول حاجة هو قايل لنا ايه؟ قايل لنا استخدم العلاقة ان الفيسكوستي بتساوي 26.693 × 10 أس سالب 6 في جذر ام في تي على ايه؟ على السيجما في ايه؟ الاوميجا، الاوميجا في السيجما ايه؟ سكوير. طب انا ايه؟ ما عنديش اي حاجه، كل اللي انا عندي التمبريتشر وعندي الايه؟ الام. طب ايه؟ هنحل المساله ازاي؟ هنستخدم ايه الخطوات اللي هقول لكم عليها دي عشان نجيب الاوميجا ونجيب السيجما ونجيب الايه؟ الفيسكوستي بتاعت الميكتشر بتاعنا. اول حاجه هنعملها زي ما اتفقنا هنعمل ايه؟ تمام، هنظبط البريشر والتمبريتشر بتوعنا. احنا عندنا البريشر بتاعنا الحمد لله متظبط، مديهولي عند الايه؟ ال 1 اتموسفيريك، يبقى عندنا ايه؟ 1 اتموسفيريك. رقم 2 التمبريتشر، التمبريتشر بتاعنا مديها لنا بايه؟ بان هي 40 سيليسيوس، هنحولها للايه؟ للكلفن، يبقى الكلفن بتساوي ايه؟ السيليسيوس زائد 273، هتبقى بتساوي 40 زائد ال 273، هتبقى بتساوي كام؟ 40 و273، هتبقى مش عايز حسابات، هتبقى 313 ايه؟ درجة كلفن. جبت دي، نجيب بقى تاني حاجة ايه؟ ظبطنا التي، هنجيب قيمة الايه؟ السيجما والالفا والاوميجا بتوعنا، السيجما والاوميجا. أول حاجة هنجيبها ايه؟ السيجما بتساوي ايه؟ بتساوي بقى هنجيبها من ايه؟ فروم تيبل 1. ايه التيبل 1 ده بقى؟ باي ام بتاع ايه؟ 4 اتش كومبوننت. تاني الحته دي هنجيب هنا من التيبل اللي انا هوريه لكم دلوقتي او هو ده، بواسطه الميك الايه؟ المول بتاع المولوكيولار ويت بتاع كل كومبوننت، هندخل نجيب السيجما بتاعتنا اللي هي هتبقى ايه بقى؟ ادي عندي مديني ايه؟ الهيدروكربونز الميثان سي اتش 4 الميثان، والسي 2 اتش 6 اللي هو الايثان، والسي 3 اتش 8 عباره عن الايه؟ عباره عن البروبان. هنعمل ايه؟ اول حاجه هقوم داخل بالده، هجيب الايه؟ الميكرو ويت عندنا بكام؟ 16.4 من 100، يبقى الميكرو ويت اول حاجه بتاعت الايثان الميثان هتبقى بتساوي كام؟ هتبقى بتساوي 16.4 من 100، او 16.4 من 100. طب بالنسبه للايثان هتبقى كام؟ هيبقى 30.7 من 100، ادي 30.7 من 100. بقى بالنسبه للبروبان هتبقى بكام؟ هتبقى ب 44.9 من 100. نعرف بقى نجيب السيجما، هنجيبها ايه المشكله؟ هتبقى بتساوي ايه؟ تبقى هنا هقوم داخل هتجيبها قدامها على طول تاء التيبل الجميل بتاعنا اللي هنعرف نجيب منه السيجما، هتبقى بتساوي كام؟ هتبقى 3.822، وهنا هتبقى بكام؟ 4.418، وهنا هتبقى 5.061. سهلة جدا، أنا هدخل على التيبل أشوف إيه المركب بتاعي اللي موجود عندي، الميثان والإيثان والبروبان. دخلنا جبنا الميركيور ويت بتاعه أهو، وبعد كده قدامنا برضو السيجما هنجيبه. تمام، بعد كده هنجيب إيه بقى؟ بعد كده هندخل وهنجيب الأوميجا. عبارة عن إيه بقى؟ الأوميجا ده مجموعة من البارامترز، تمام؟
برضو هنعرف هنجيبها ازاي. هنجيبها خطوات مع بعض. اول حاجه هنجيب الحاجه اسمها الاي هات كي، ده بارامترز. العالم اللي عمل المعادلات دي قال لك هنجيب حاجه اسمها اي هات كي. ايه هنجيبها؟ برضو فروم تيبل. والجدول الجميل بتاعنا برضو ده في الاي هات كي، ده فروم تيبل. فين الاي هات كي؟ ادي الاي هات كي. برضو انا جبت ايه؟ السيجما. اعرف ادخل اجيب الاي على الكي. الاي على الكي لكل كومبوننت. اول واحد رقم واحد الميثان هتبقى كام؟ هتبقى رقم واحد بتساوي 137. وبالنسبه للميثان الايثان هتبقى عباره عن كام؟ هتبقى عباره عن 230. ادي 230. والبروبان هتبقى عبارة عن كام؟ عبارة عن البروباب 254. ممكن بس في التصوير الكلام مش هيبان، بس النوتات ان شاء الله هتوضح كل حاجة، وهيبقى معاكم التيبلز دي، وهيبقى معاكم التشارتس كلها ان شاء الله. جبت الايه على الكي من ايه؟ من التيبل. هدخل اجيب تاني حاجة، او هجيب ايه؟ التي في الاي في الكي على الاي. شفت ده مقلوب؟ ده هضربه في التمبرتشر بتاعتنا. او هنعمل ايه؟ ممكن تبقى هنجيب التي على الاي على الكي. فهمت النقطه دي ولا ايه؟ هو تاني حاجه هنجيبها التي في الكي الكي على الاي. احنا عندنا الايه؟ الاي على الكي. طب ما بدل الضرب اخليها اسمه واشقلب البسط والمقام. اول حاجه المثال هتبقى عبارة عن ايه بقى؟ التي، التي بتاعتنا بكام؟ ب 313. هتبقى 313 على كام؟ على 137. طلعت بكام؟ ادي 313 على 137 طلعت بتساوي 2.284. بعد كده الايه؟ الايثان نفس الكلام، هيبقى التمبرتشر ب 313 على كام؟ على 280. هتبقى 313 على 280 طلعت بكام؟ طلعت ب 1.18. تالت حاجة الايه؟ البروبان. هتبقى 313 على القيمة اللي احنا مطلعينها 254 طلعت بكام؟ ادي 313 على 254 طلعت بتساوي 1.232. بعد كده هعمل ايه؟ هخش على التيبل الجميل بتاعنا التاني ده بالقيم اللي هي التي في الكي على الاي، اللي هي اللي احنا ايه لسه جايبينها دلوقتي. ادي الكي في التي على الاي.